يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. بسم الله الرحمن الرحيم. ده هلال تلفزيون درنو لدنكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوخ او خوشاله یو چې تاسو په درنه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یو ان شاء الله. ګرانو زده کوونکو لیدونکو، نن به یو ځل بیا د عربي ژبلوست او العربيه بين يديك په کتاب کې به ان شاء الله ګرانو زده کوونکو لومړی ټوک 15مه وحده 15مه درس به ان شاء الله پیلو. هله د ګرانو زده کوونکو خبرونه د پیل څخه تر پایه له موږ سره تعقیب کړئ. البته یادونه دا کو ګرانو زده کوونکو چې رازو په عموم کې یو ځل ګورو چې زمونږ 15مه وحده چې الطعام والشراب تر عنوان لاندې ده، د دې محتویات څه دي او په دې کې به څه وي. په نوموړي وحده کې به التراکیب النحویه وي چې په هغه کې به افعال وي او د ادوات الاستفهام استخدام به وي، الاسماء ځینې نومونه به وي، الافعال فعلونه به وي لکه اکل شرب طلب فضل، یعنی په دې موږ سره ماضي افعال وي، تعبیرات به وي لکه شکرا عفوا، همدارز الکلمات الوظیفیه جدا على لا ناهیه لماذا، او الاصوات د قاف اواز به وي، او همدارز الحروف کاف لام نون فا قاف میم. دا به ان شاء الله په نوموړي وحده کې زمونږ مکمل محتویات وي. ان شاء الله ګرانو زده کوونکو راځو 15مه وحده چې الطعام والشراب تر عنوان لاندې ده پیلو. الطعام خوراك والشراب تخاك. الوحدة الخامسة بينزم وحدة. الدرس الخامس والعشرون بينزم بيشتم درس العرض وراندي كول. الحوار الأول لملاي حوار. انظر وقورة واستمع وقشة يا واورة وأعد أو تكرارك. كنا نزده كونكو ده قاسم أو ده سالم ترمز حوار ده متوجه شي زي الولم بيجبارم بإن شاء الله مخكزو. قاسم، كم وجبة تأكل في اليوم؟ سالم، آكل ثلاث وجبات، الفطور والغداء والعشاء. قاسم، هذا كثير جدا، أنا آكل وجبة واحدة. سالم، هذا قليل جدا. قاسم، ماذا تأكل في الغداء؟ سالم، آكل اللحم والدجاج والأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ قاسم، آكل السمكة والسلطة والفاكهة. سالم، ما وزنك؟ قاسم، 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ سالم، 100 كيل. قاسم، أنت سمين جدا. سالم، وأنت نحيف جدا. رزقنا نزكونك ددي حوار جبارتا. كم وجبة تو وقتا تأكل في اليوم بورسكي خري؟ تو وقتا دوري بورسكي خري؟ الوجبة دي وخوراك توي. آكل زخرم ثلاثة وجبات دري وقتا دوري. الفطور دي سهر خوراك، والغداء دي غرمي خوراك، والعشاء دي شبي خوراك. هذا كثير جدا، دهري زياد دي. أنا زه آكل خرم وجبة واحدة يو خوراك. هذا قليل جدا، دهري زياد كم دي. قليل كم جدا زياد. ماذا تأكل تخري في الغداء بغرمك؟ آكل زخرم اللحمة وخا والدجاجة چرك والأرز ورزي أرز هم ولا شيء، والخبز أو دودي رغيف هم وردوي خبز هم وردوي فرق لري. وماذا أو تأكل تخري أنت آكل زخرم السمكة ما هي والسلطة سلطة والفاكهة أو فروت. ما وزنك؟ وزن دي سمرة دي 60 كيلا شبيت كيلو. وما وزنك أنت أو ستا وزن سمرة دي 100 كيل سل كيلو. أنت تسمين جدا دير چاقي، وأنت أو تا نحيف جدا دير دنگري. اقلبوا الصفحة صفا وردوي. الحوار الثاني دويم حوار. انظر وقرأ واستمع وكشا يا واورا واعد او تكرارك. المضيفة او المسافرة. المضيفة شاتوي هغا شاتوي شي تاتا جسوك من المستيادر كي
اغه چا چې ملمستیا در کوړه غت المضيف وي کخزوي المضيفه او المسافره مسافره خزه حوار ته متوجه شي زي الولم المضيفه ماذا تطلبين من الطعام المسافره بعض السمك والارز من فضلك المضيفه وماذا تطلبين من الشراب المسافره ماء من فضلك المضيفه وماذا تفضلين من الفاكهه المسافرة التمرة أو العنب المضيفة هل تشربين الشاي المسافرة لا أفضل القهوة المضيفة القهوة بالحليب المسافرة نعم القهوة بالحليب المسافرة شكرا المضيفة عفوا قولك لو نزدكونكو رازود دي حوار جبارتا ماذا تطلبين تواري من الطعام لخوراك سخا تطلبين خزتوي او كنارين توي تطلب بعض السمك زني ماهي والارز ورجي من فضلك ميربانيوكي وماذا تطلبين او تغواري من الشراب لسخاخسخا ماء وبه من فضلك ميربانيوكي وماذا تفضلين او تخغني برترغني من الفاكهة امي وجات سخ التمرة خرمة او العنبة او يا انجور هل آيات تشربين تسكي الشاي شاي؟ لا نا أفضل القهوة قهوة برترقنم القهوة بالحليب قهوة دي شدوسرة نعم و القهوة بالحليب قهوة دي شدوسرة شكرا مرباني عفوا بخنغور قوري إقرانوز دا كونكو أصلا بدي حوار كي دلتا چي داي مخي من جادا ونا كردا چي مثلا تطلبو او تطلبين کله هم چې من یو مذکر اسم نه پوښتنه کوم لکه د احمد نه او دلته من سره ده فاطمه نو احمد ته وایو چې ماذا تطلب ته څه غواړې فاطمه ته څه وایو ماذا تطلبين ته څه غواړې ماذا تطلب استاد څه پکار دی یا څه غوښتنه لري یا څه غواړي مذکر دپاره مؤنث دپاره ماذا تطلبین ماذا تاکل ماذا تاکلین ماذا تشرب ماذا تشربین صحیح شو ما مخکې مینو ګرانو زده کوونکو چې کله زموږ سره مخاطب اسم وي مخاطب څه وي مخاطب او مخاطب مذکر او یا به مخاطب موږ سره څه وي مؤنث اسم وي ګرانو زده کوونکو که موږ سره مخاطب مذکر وي او فعل وي مثلا یفعل صحیح شو نو دلته چې دی یفعل فعل دی موږ سره یعنی دا مشترک فعل دی دواړو دپاره یفعل صحیح شو نو زه پوښتنه درنم کوم ته څه کوې دینم نو دلته به څه ورته وایم چې نارینه ته ماذا تفعل صحیح شو او ښځینه ته به څه وایم چې ماذا تفعلين ماذا تفعل يا احمد ماذا تفعلين يا فاطمه خو دا مذكر به مفرد وي او دا مؤنث به هم سوي ګرانو زکونکو دا به هم مفرد وي که موږ سره مخاطب مذكر يا مؤنث وي او دواړه مفرد وي موږ سره فعل دی يذهب ياكل يشرب ينام دي مفرد مذكر ته خطاب کو پښتنه ورنکو چې ماذا تفعل د څه کوي مفرد مؤنث مخاطب تا من سکو خطاب کو جته سکو ماذا تفعلين ماذا تاكلين ماذا تشربين صحیح شو نو بدی اساس ګراوند زکوونکو هر کله چې من سره مخاطب وي نو من بدا تفکیک کو چې ایا دا مذکر ده که مؤنث اغه نو سره من فعل سکو ګراوند زکوونکو ورته راجع کو دریم حوار ته ګراوند زکوونکو راسو الحوار الثالث دریم حوار انظر وګوره واستمع وکش يا واوره واعد او تکرارك الزوج او الزوجه دولو ترمن صدق رانو زكاونكو حوار دي متوجش الزوج السلام عليكم الزوجه وعليكم السلام الزوج انا جوعان جدا الزوجه الغداء على المائده الزوج ما هذا سمك ولحم ودجاج وارز وفاكهه هذا كثير جدا الزوجه لا تاكل لا تاكل الزوج لماذا أنا جوعان الزوجة لدينا ضيوف
الزوج لدينا ضيوف من؟ الزوجة والدي ووالدتي. الزوج أين الضيوف؟ الزوجة في غرفة الجلوس. هذا الحوار حوار ممتاز جدا بين الزوج والزوجة، والآن نأتي يعني نترجم هذا الحوار من اللغة العربية إلى اللغة المحلية يعني البشتوية. الزوج خاون، الزوجة خزة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا زه جوعان وقيم جدا زجات. الغداء على المائدة. الغداء ده غرمين لدي على المائدة بدسترخان ده، يعني دسترخان وارده. ما هذا ذات دي؟ سمك ماهي ولحم غخا ودجاج شرك وأرز ورزي وفاكهة. فاكهة سمان جمع فواكه أو فروت. هذا كثير جدا، ده رزجاتي. الزوجة سورت لا تأكل لا تأكل، مخرة مخرة. لماذا ولي؟ أنا جوعان مزوجين. كذا ورتوي لدينا ضيوف، لدينا منلرو ضيوف ملمان جمع ضيف، ضيف ملما ضيوف ملمان. لدينا ضيوف ملمان لرو من سوق دي؟ والدي زما بلار ووالدتي أو زما مور. أين الضيوف ملمان شيرت دي؟ في غرفة الجلوس دناستي بوتاكي. پدې کې ګرانو زده کوونکو، کله هم چې تاسو چاته وایي چې د غرمې ډوډۍ مثلا زویم چې العشاء على المائده، العشاء 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 على المائده، العشاء على المائده سمعنا. العشاء على المائدة قرانو ذكرونكو چكلا هم دوڑي تيار وي، دوڑي چكلا تيار وي نو بيامون چاة وي چه دوڑي تيار درازة نو بيت سورت ويو العشاء على المائدة، الغداء على المائدة، الفطور على المائدة. نو پا دي اساس قرانو ذكرونكو چكلا تاسو وي چه دي غرمي دوڑي تيار در بخطو كي منغ السلاح لرو تاسو بيو على المائدة. اصلا چه منغو تيار تسوي پا عربي كي جاهز ورتو يا اصلا جاهز منگوئی کنا الطعام جاهز، نوچی الطعام جاهز ویو فدی شکل دیتا هم گرانو زدکون کو منسکو ولیشو على المائدہ ویلیشو. انشاءاللہ گرانو زدکون کو لند دا ملرو پستی لند دا می برترا گرزو خپراونا جریان لری. کنه ګرانو زده کوونکو، پسته لنډ د میسه خو ځل به درته خراغلاس وایو. د عربي ژبې د زده کړې خبرونه د ګرانو زده کوونکو خبرونه تر پایله موږ سره تعقیب کړئ. البته ګرانو زده کوونکو، موږ دونه کوله چې کله هم خوراک تیار وي نو تاسو به څه وایي؟ الغداء على المائده، الغداء على المائده، العشاء على المائده، يعني معناه ان الغداء جاهز، ان الغداء ايش؟ جاهز. نو ان شاء الله پدیو پوښیوي چې ګرانو زده کوونکو، د دې حوار اساسي هدف هم دو چې تاسو زین نقاط یا غبه تفسر شي شریک شي. راځو ګرانو زده کوونکو، المفردات العرض. انظر وګورا واستمع واورا واعد او تکرار کړه. ځینې کلمې دي ګرانو زده کوونکو تاسو یې څکې لمه سره تکرار کړئ. لحم دجاج سمك أرز سلطة فاكهة مئة كيل شاي قهوة ماء تمر حليب طعام شراب ضيوف مائدة جوعان وجبة فطور غداء عشاء يأكل يشرب يطلب وزن كثير قليل نحيف سمين. والآن نأتي ونستعمل هذه الكلمات يعني في جمل مختصرة مثل لحم. مثلا أنا أحب اللحم، أنا أحب اللحم. دجاج، هذا هو الدجاج المشوي. الدجاج المشوي معناه سجي،
سمك، رأيت السمك في الماء، رأيت السمك إن في الماء. أرز، أحب لحم الدجاج مع الأرز. سلطة، أحب أن آكل من يعني من السلطة في الغداء. فاكهة، لا بد من أكل الفاكهة. 100 كيل، وزن محمود 100 كيل. شاي، لا تشرب الشاي الحار. قهوة، اشرب القهوة. ماء، اشرب الماء البارد. تمر، كل التمر كل يوم. حليب، اشرب الحليب كل صباح. طعام، هذا طعام لذيذ. شراب، هذا شراب، وأحب أن أشرب يعني الشراب. ضيوف، لدى أحمد ضيوف، أو لدينا ضيوف، أنا أحب الضيوف. مائدة، هذه مائدة، الطعام على المائدة، يعني الطعام جاهز. جوعان، كان أحمد جوعانا. وجبة، أريد أن آكل وجبة واحدة في اليوم. فطور، أحب أن آكل الفطور. غداء، هذه وجبة الغداء. عشاء، لا أحب وجبة العشاء. يأكل، يأكل محمود الطعام. يشرب، يشرب جميل الحليب. يطلب، يطلب التلميذ المساعدة من المعلم، أو يطلب المعلم المساعدة من التلميذ. وزن، وزن أحمد 100 كيل. كثير، هذا طعام كثير يا أخي. قليل، هذا طعام قليل يا أخي. نحيف، أحمد نحيف جدا. سمين، محمود سمين جدا. نهنا من مرسفية تقرون الزكاون كو انتقاليكو. التدريب الأول لمرأة تمرين، أكتب أولك رقم واحد يولك على الطعام بخوراك باندي، ورقم اثنان أو دو على الشراب بس خاك باندي. كم شيء تقول الكيجي أغت يولك تخص الكيجي دو ورت أولك. ظاهرة خبرة تقرون الزكاون كو، أول شيء الطعام، دويم الشراب، دريم الطعام، تلورم الشراب، بينزم الطعام، شبقم الشراب، وم الطعام، أتم الشراب، أو نهم الطعام. التدريب الثاني، دويم تمرين، صل بين الكلمتين المتضادتين. صل بيوسكا ونخلا ونكديكا بين الكلمتين، ما بين دو كلمو المتضادتين جيو بلسرسي زدوي وسجوري. نحيف دنجر، سمين شاق، دا سره وصل کی. قليل كم، كثير زياد. ينام ويدكيغي، يستيقظ ويخيغي. نعم و لا نا، سره وصل کی ګرانو زده کوونکو. راځو ګرانو زده کوونکو سلمې صفحې ته. مفردات اضافيه، مخکې من ګرانو زده کوونکو یو یادونه کړې وه چې کله هم، چې کله هم تاسو غواړئ چې وایي چې الاول الثاني الثالث مثلا، نو دا اول دویم دریم، صحیح شو کنه؟ موږ همداسې وو چې دا اول دی، دا دویم دی، دا دریم دی. ښه، که زویم چې الاولا لومړی، الثانیه دویمه، الثالثه دریمه. ګورئ، زویم چې الاولا، زویم چې السنه الاولا، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة. كده دائما شيء الصف، صنف، الصف الأول لم لا تقول جاي. نقول إقران الزكاة ونكوخم. شكل أهم اسم، شكل أهم اسم. كده شيء دائما شيء الصف الأول، الصف الأول. نقول الأول عدد ده دام معدود ده، شمير الشوية ده. دلتا بس بدون رأيي شيء موصوف وصفات بيوجد تسوقش يباس أنا يسارك أنا. الاول من ولي ويو ذكر دلده چه ده من سر موصوف مذكر ده. كس دلده ويم چه دلده ولي كم خانه خالي كي الاولى، دلده بايز موصوف شير عرم السنة مؤنس با دلده گرانو زكاون كر عرم. او كدلده ما سر الاول وي، دلده بايز سولي كم الصف الاول، زكا موصوف ما سر مذكر. او الاول لمره، الثاني دويم، الثالث دريم، الرابع تلورم، الخامس بينزم.
التدريب الأول لمرأة تمرين رتب الأعداد، أعداد ترتيب الثانية الرابعة الأولى الخامسة الثالثة، الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. التدريب الثاني دوم تمرين صل بين العدد وكتابته، صل بيوسكا نكديكا ونخلا ويوزكا بين العدد دي عدد ترمز وكتابته أو دليك ترمزي. لك مثلا لقول شوية واحد نو السبب كيلتا الأولى دريدي الثالثة بنزدي الخامسة سلور دي الرابعة دودي الثانية وصل بيكي. التدريب الثالث دريم تمرين صل بين العددين دو عدد أخبر منزك السكي وصلك الثاني الثانية الخامس الخامسة الأول الأولى الرابع الرابعة الثالث الثالثة. دي إن شاء الله جرانوز دكاونكو بوشي بيستين صرف جرانوز دكاونكو يودي من سرام الأول يودي واحد يودي الثاني يودي الثانية دي خو زا حد دا پر تاسو گوری گرانو زکاون کو جی تاسو پا دی کی غلط نشئی گوری الأول أو الأولى خا الثاني الثانية يو خدا شو گرانو زکاون کو الأول لمرأي الثاني دویم الأولى لمرأي صحيح شو؟ دلتا ومن قد سولي قرآن الزكاون كو فاطمة أو دلتا بولي قرآن الزكاون كو أحمد. الأول الثاني الأولى الثانية دم مذكر دا برا مؤنس دا برا زمشي جاءت الفاطمة الثانية في الفصل فاطمة بسنف كي دويم نمبر بان راغلا جاء أحمد أولا في الفصل أحمد بسنف كي فأول درجة راغي يعني فلومري درجة خا دل دا چه الأول الثاني الأولى الثانية بيور سر من سر واحد دي واحد أو دلتا واحدة سيشو واحد يو هو رجل واحد أغيو سر دي هي امرأة واحدة أغيو خزدة هو طفل واحد أغيو ما شم دي هي بنت واحدة أغيو جليدة ندي الأول الثاني يعني الأولى الثانية أو واحد أو واحدة بديك يقرأ نزكى ونو كتير استاسو يوم تدلتا مثلا ما أوليك واحدة اسم راوري تاسو بداريك ويشي مثلا امرأة واحدة كزو يوم واحد داريك بتاسو ويشي رجل واحد يو سرعي ولي زكى واحد دلتا مذكر تراجيكي واحدة مؤنس تستيكي يقرأ نزكى ونكو راجيكي التراكيب النحوية نحوي جوڑختنا تركيبنا التدريب الأول لمرأي تمرين تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال تبادل مبادلة كده السؤال سؤال والجواب جواب مع زميلك دخل الملقري سردي كما في المثال لك تسنجي في المثال كتي الغداء أين الغداء؟ الغداء على المائدة مخيمة تستوي لقرانو زكاونكو چې د استفهام په ادواتو باندې به تاسو څه کوئ سوالونه جوړوئ اين الغداء الغداء على المائده غرمې ډوډۍ چیرته ده په دسترخوان ده اين الفطور الفطور على المائده اين العشاء العشاء على المائده اين السمك السمك على المائده اين الدجاج الدجاج على المائده اين الماء الماء على المائده اين الفاكهه الفاكهه على المائده اين القهوه القهوه على المائده أين الحليب؟ الحليب على المائدة. على المائدة يعني بدسترخان باندي إخيدي. التدريب الثاني دويم تمرين. وقرانوز دا كون كو صرف بمخي لده شي دويم تمرين تنتقال شو دغا دا استفهام أدوات شي دي هميشة دا پارا صاحب الكتاب په أين سر پختنا کرده نو مخي منغويلو چکل هم قرانوز دا كون كو تاسو په پوښتنه کوئ د ادواتو استفهام نه څه وکړئ زیات استفهام اين الغدا اين محمد اين هي اين انت اين انتم اين انتم اين انتن نو په اين سره چې کله تاسو پوښتنه وکړئ ګرانو زده کوونکو نو هغه پوښتنه به ستاسو څه وي ډېره منظمه وي دا به ګرانو زده کوونکو زموږ نننی درس چې تاسو ته وړاندې شو انشاءالله په همدې اکتفا کوو ان شاء الله ګرانو زده کوونکو هیله ده چې خبرونه مو له موږ سره تعقیب کړې وي خبرونه مو خوښه شوې وي او له خبرونې مو استفاده کړې وي د خبرونې په پای کې زه محمد اکرم همت له تاسو څخه مننه کوم د مننې سره سره د اجازه غواړم په هر ځای کې چې اوسئ
روغ سالم غانم خو وختونه خل هزي او خشي به ولري لخبل دعاګانو مهر نکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، مع السلامه.